صباحكم بالخير ومرحبا بكم في قناة طاجين زمان من جديد. راني رجعت لكم وتوحشتكم، واليوم نتمنى بمناسبة يناير ربي يدخلوا عليكم وعلينا بالهنا ان شاء الله والصحة وتبقية الستر، وربي ينحي علينا هاد الوباء. اليوم راح نديرو أكلة اللي سميوها الشباط. الشباط هذا هو متكون من الدقيق، نبلوه باليابس بالماء والملح ونعجنوه ونسقيوه كما التريده تاع الطاجين، ومن بعد نطبقوه كما المحجوبه ونطيبوه في الطاجين تاع النحاس ونفتتوه. كاين اللي يحب يفتتوه كبير وكاين اللي يفتتوه هكذا رقيق. هيا على بركه الله نبداو. بسم الله. نحطوا اللحم غلمي بسم الله وطريف دجاج، وهو الاصل بكري كانوا يديروا بدجاج عرب بالسردوك، انا اليوم راح نديرو بالدجاج هذا. هايا حطوا الملح وفلفل الكحل حطوا شويه سمن للتقلية حطوا البصل بسم الله شويه حمار، اللي يحب الحار يديرو حار واللي ما يحبش يدير الحلو. نحطو الطماطم تاع الحب الحمص مرنخ صبيبة زيت ماشي بزاف باه ما يجيش حتى الغلمه يوم يدب. نحطو صبع ماء بسم الله للتقلية. ونحركو نخليوه يتقلى. بعد ما تقلى نحط له لا طوماط كونسونطري طماطم المصبرة بسم الله ونمرقو بالماء وخليوه يطيب على غرضه. نرميو له زوج كريبتات فلفل حار من بعد ما زدنا الماء نخليوها تطيب على غرضها ومن بعد نرجع لكم. ها دركا نحطو الشباط يفور، بما انه جديد تندير اليوم نفوروه خطرة وحدة، وكاينين وحايد اللي يكون يديروه يبسوه يفوروه مرتين. من بعد ما فارت فرغتها في القصيعة هادي تاع الحطب، زلقتها بشوية تاع الزبدة ودوك نسقيها بسم الله بسم الله. Thank you.
نعتها لكم في صحن التقديم. والان راني نقدم لكم الطبق جاهز مع شويه قطيره جيري، شويه ترشي وسليطه وقطيره لبن. والصحه عليكم، وكل عام انتم بخير، وربي يدخلوا عليكم وعلينا بالهنا ان شاء الله. والى الملتقى الى كان في العمر باقيه ان شاء الله، ولا كان قدرني ربي. هيا بالسلام عليكم.